طيب السؤال الثاني عن مسألة حكم يعني قطع الرحم الأخت، لأنها الأخت نفسها هي اللي بتطلب منها أنها ما تتصلش بيها وما تكلمهاش وكده، فهل على هذه الأخت المتصلة ذنب في هذا الأمر؟ اه طبعا ما تسمعش كلامها، انما تستمر في الطاعة التواصل. في المعروف. هي امرأة بمعروف ولا بمنكر؟ بمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ليس الواصل والمكافئ، ما ينفعش ده بده. وقال لما صحابي شكا اليه انه بيصل اقاربه ولا يصلونه، فقال يعني ان يستمر، وقال فكانما تصفهم المل. هم اللي بيشيلوا الذنب، انت لك الاجر عند الله عز وجل، فانت طبعاً في رضا ربنا ولا رضا اخوة اختك؟ رضا ربنا خلاص، لا شأن لك باختك ولا برد فعلها. طب ما هذه نقطة فيها يعني كلام معناه، لأن مثلا أحيانا الشخص مثلا لو هو اللي راح واتكلم وحاول إن هو يتواصل يعني ممكن ينجرح، كرامته تنجرح، أو مثلا يشعر بالإهانة، أو ممكن حتى الموضوع يتطور لمشاكل أكبر يعني. لا مش ما نوصلش لدي، يعني إيه أبدأ بالحد الأدنى، برسائل، باتصال، بكذا، بالحاجات اللي ما فيهاش مواجهة. واحدة واحدة. زي مثلا الأعياد، تهنئات، مش عارف إيه، كلام من ده. نعم. أي نعم. رسائل غير الاعياد، ردات غير الاعياد في العموم. تمام. انما اللي قلت وقع في جنازه، مرض، بكذا، يعني نستغل ونستفيد بالمناسبات الانسانيه في اذابه هذا الجليد وطرد الشيطان من بينهم.